السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. مع هذا الارتفاع الضخم للبيتكوين أصوات التفاؤل تعلو. صديقي أنا إلي صوت مختلف، بتمنى منك صديقي تسمعني للأخير. صديقي إذا شايف هالفيديو فيه معلومات مهمة، مهم كتير تنشره وتعمل مشاركة. أولا المحلل ستانلي صرح بأنه شتاء العملات المشفرة انتهى، والمحتمل أننا بدأنا في الربيع، المقصود الربيع العملات المشفرة. أيضا المؤلف الكتاب الأب الغني والفقير يتوقع صعود البيتكوين إلى 135,000. صديقي أنا نظرتي مختلفة عنهم، اللي شايفه أنا شباب بدأنا بتشكيل الكتف الأيسر من الرأس والكتفين السلبي على فريم اليوم. أنا بعرف صديقي لسه بكير كتير لنحكي بالسلبية، لكن صديقي إذا بتشوف الشرط على فريم اليوم شكلنا الكتف الأيمن، أيضا شكلنا الكتف الأيسر وبنفس المستوى. من المحتمل إذا ما تم كسر مناطق الـ 32,000 وكسرنا القمة الماضية وما رح يلتغي عنا هذا النموذج. صديقي مو مقصود هلأ بكلامي بأنه البيتكوين ممكن ينخفض، لكن صديقي إذا بتلاحظ ممكن نعمل حركة مثل السابقة، عمليات تذبذب، يعني ممكن نشوف السوق يتذبذب بصعود وهبوط ويرجع يعمل عنا نفس الحركة الماضية. أيضا صديقي هاي توقعات، بتمنى منك صديقي تعطيها 1% من تفكيرك. إذا كنت عمال بتفكر تدخل لونج، مستويات الحالية مستويات خطيرة جدا، ممكن نشكل حركة مثل الحركة السابقة إذا كسرنا القمة، وإذا فشلنا ممكن نصعد للأعلى. لذلك صديقي بتمنى منك تكون حذر بدخول الصفقات. اتأكد صديقي دائما سوق الكريبتو عكس تفكير المستثمرين، اتأكد صانع السوق بيعمل حركة معاكسة لضرب رأس مالك. وطبعا نحن دخلنا بسوق الكريبتو بالسابق بمستويات أقل من 28، والآن صديقي نحن على ربح، مالي مضطر أبدا أخاطر برأس مالي وأدخل بمستويات الحالية. المتنجر وراء الأخبار والتصريحات، صديقي دايما خلي تحليلك على قراءة الشرط. صديقي بتمنى منك تشاركني برأيك إذا كان نظرك بالبيتكوين مشابه إلى نظري. صديقي إذا كنت بتفضل أهم المرابح الاستثمارية والصفقات العالية، ما عليك صديقي أنت تشترك بقناة اليوتيوب وقناة التليجرام حتى أقدر أفيدك بالأخبار أول بأول.